امبارح كان معانا فقرة من الفقرات المهمة جدا يعني هيئة الأرصاد، لكن كان خلال هذه الفقرة في تحذيرات بتقلبات الطقس بداية من اليوم نتيجة ظاهرة الأخدود العلوي، وهتستمر حتى يوم الأحد القادم مساء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر بقى على تقلبات الطقس دي من ليندا عبد اللطيف. ليندا الجديد، هنعرف دلوقتي يا أحمد، بس عامة زي ما أنت قلت الظاهرة دي هتنتج عنها انخفاض في درجات الحرارة وأمطار في العديد من المناطق ومستمرة معانا المفروض لحد يوم الأحد. ربنا يستر. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون معتدل الصبح على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والشمال الصعيد، وهيكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ودافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أنحاء كافة وهيكون في حالة من عدم الاستقرار. قبل ما نتعرف على درجات الحرارة مشاهدينا، خلونا نطمن على اللي هيحصل النهاردة في الجو والتقلبات اللي هتحصل من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. عايزين حضرتك تكلمينا أكتر عن التقلبات الجوية اللي هتحصل النهاردة. هو احنا بالفعل اليوم خلال ساعات الصباح ما زالت الاجواء مستقره، لكن بدايه من بعد فتره الظهيره ودخول ساعات المساء هنبدا طبعا نتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وايضا منخفض جوي على سطح الارض. المنخفض الجوي اللي في طبقات الجو العليا ده اللي بيسمى الاخدود العلوي، ده اللي هينتج عنه طبعا حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي هيكون طبعا معها سقوط امطار متفاوته الشده ورعديه احيانا على مناطق متفرقه من البلاد. اليوم الامطار هتكون امطار متوسطه على الصحراء الغربيه ومحافظات شمال الصعيد، الامطار ايضا هتكون خفيفه لمتوسطه على سواحلنا الشماليه الغربيه ومحافظات شمال الوجه البحري، الامطار ايضا اليوم هتمتد خفيفه لبعض المناطق من مدن القناه، بعض المناطق من القاهره الكبرى، بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء. يمكن اليوم هي بدايه الحاله الجويه، غدا السبت متوقع تكون ذروه الحاله الجويه، كميات الامطار هتزيد وهتشمل اغلب مناطق الجمهوريه، يعني احنا غدا الامطار ما زالت امطار متفرقه ورعديه احيانا وهتكون طبعا متوسطه على مدن القناه، قد تصل لحد السيول غدا السبت على بعض المناطق اللي موجوده في شمال الصعيد، محافظه البحر الاحمر، سيناء نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في المناطق دي الأمطار قد تصل لحد السيول. طب إيه النصايح يا دكتور اللي ممكن تديها للمواطنين؟ طبعا أهم نصايح سادة المواطنين إن احنا مش عاوزين نغير نوعية ملابسنا لأن ما زالت الأجواء باردة، على الأقل لحد 20 مارس هنستمر في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. السادة قائد المركبات والمسافرين على الطرق مع سقوط الأمطار القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور، خلي بالنا من الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال الصعيد مدن القناة وسيناء، لأن المناطق دي كميات الأمطار هتكون عليها قد تصل لحد السيول في المناطق دي على الطرق. ايضا كمان طبعا المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان احنا اي تغيير في كميات الامطار في الظواهر الجويه طبعا هنعلنها في نشراتنا اول باول، ولو انا موجود في الشارع ابتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع. شكرا لحضرتك دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه.